ألا لعن الظالم العادي. خاطبت السيدة زينب عليها السلام يزيد بن معاوية قائلة: كد كيدك واجهد جهدك، فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتجاب لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا ولا يرحض عنك عارنا. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعن الظالم العادي.